برضو التزام كلمة، لدرجة إن بعض الناس لو ما شافش حد بيلقي كلمة يطلب عند القبر يعني؟ خطبة عند عند الشيخ. القبر؟ عند أيوة القبر القبر. تفعل إن احتيج إليها، ولا الأصل ألا تفعل؟ لكن مواظب على كلمة الإذان زي ما أنا شفت. قلت لك تفعل إذا احتيج إليها، إن احتيج إليها فعلت وإلا تركت. تاني كده يا شيخنا معلش. إن احتيج إليها فعلت وإلا تركت. أنا بتكلم يعني على توصيف واقع من خلال ما شفت إنه والله يعني في بلادنا ما عادش فيه الكلام ده، الحمد لله. أنا أحيانا يشق على الناس، يشق على الناس. خلاص، شكرا.